بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هتكلم عن امر مهم في 3D موديلنج اوتوكاد، ازاي يكون عندي شكل زي اللي انا رسماه ده وعايزه اعمل له ريفولف. يبقى الامر اللي هنتكلم عنه النهارده ريفولف، الاختصار بتاعه REV، اهو ظهر لي، هدوس عليه بالشكل ده كده، وبعدين اختار الشكل اللي انا عايزه اعمل له ريفولف الشكل ده، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر. هيجي يقول اختيارات، اما حوالين اوبجكت او اكس او واي او زد. انا هختار الاوبجكت، تمام، هكتب له O او ان انا بدوس عليها في الكوماند، وبعدين اختار الخط بتاعي هنا، وبعدين الزاوية ممكن اعملها اي زاوية انا عايزاها. انا هنا هعملها 360 درجة واقول له انتر. اتعمل لي بالشكل ده كده. هاجي اروح على 2D wire frame واقول له realistic، ظهر لي زي ما احنا شايفين. هنغيره من تاني عشان يبان اهو. هنيجي نلفه اهو، شايفين ادي الشكل عندي بالشكل ده كده.